وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور عادل الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة على ضرورة أخذ جرعتي التطعيم لتحقيق المناعة المطلوبة في الجسم، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية حتى بعد تلقي التطعيم. كثير من الناس يعتقدون أنهم بتلقيهم جرعة واحدة قد يكون هذا كافي لتكوين أجسام مضادة. جهاز المناعة في الإنسان الجرعة الأولى تعطي دافع لإنتاج الأجسام المضادة، الجرعة الثانية تعطي التقوية لهذا الدافع، بالتالي يعطي المناعة المطلوبة خلال 14 يوم من الجرعة الثانية. فهو واقعا احنا نطلب من الجميع ونأكد على الجميع أن نعم يجب أخذ التطعيم، ويجب التأكد من أن تأخذ الجرعتين في وقتهم، لأن هذا هو اللي في النهاية يعطيك يعطيك تكتسب المناعة المطلوبة في خلال الفترة المطلوبة اللي هي أسبوعين من بعد التطعيم. خلال دي الفترة الجرعة الأولى أو حتى بعد الجرعة الثانية يجب الالتزام بالتدابير الوقائية المعروفة للجميع، لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، لأن حتى وانت عندك الأجسام المضادة هذا لا يعني بالضرورة أن أنت 100% أصبحت محمي، ولكن احتمالية إصابتك واجد أقل. بالتالي لتعزيز ذلك يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية على طول الوقت.